السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها أعداد الكم الأربعة كومنتوم نمبر. خد بالك النهاردة الجزئية دي مهمة جدا، بيترتب عليها كون اللي جاي لازم أن تكون عارفها، ودي أنت كنت المفروض واخدها في ثانوية عامة كويس جدا، لكن عشان الناس اللي معانا المعاهد الفنية والصنايع والناس اللي ما كانتش بتذاكر في ثانوية عامة، فهبدأ أجيبها تاني بالتفصيل واحدة واحدة على قدر الإمكان عشان كلنا نمشي سوا سوا. ولو انت ثانوية عامة معلش استحمل، خليك معايا واحدة واحدة لو انت كنت واخد الحاجات دي كويس ومذاكرها كويس. ايه هي اعداد الكم من الاربعة دي؟ اعداد الكم من الاربعة دي اعداد انا بحدد بيها احجام الاوربيتالات بتاعتي واشكالها وطاقتها. الاوربيتالات دي هنعرفها دلوقتي واحدة واحدة، هتدخلين عليها في الاخر. تمام، يعني من الاخر دي ان انا باصص بيها الذرة بتاعتي. شفت انت الذرة بتاعتك كده؟ التفاصيل جوه كلها انا بدرسها بعدد الكم من الاربعه دي. هنبدا دلوقتي واحده واحده نتعمق فيها دلوقتي. طب ايه هم اعداد الكم من الاربعه؟ عدد عندك اسمه عدد الكم الرئيسي، وده بنرمز له بانه سمول، وتاخد بالك من الرموز. تمام، وده بنحدد الانرجي ليفل شيرنج. شيرنج دي يعني اعتبرها الليفل او المستوى او المساحه بتاعت الليفل. خلاص، عدد الكم السنوي اللي هو ان سمول انجلر. طب عدد الكم المغناطيسي ده تالت عدد معانا، وبنقول عليه ام ان سمول الماجنتيك. عدد الكم المخزني ام اس، وده نوع اسبان. خلاص، الاربعه دولت هنبدا ندرسه. طب ما انت عندك رئيسي في واحد فرع متفرع منه، بعد كده عندك حاجه اسمها مغناطيس. طب عندك العدد الكم من الاخر، يعني المخطط ده بيقول لك ان المستوى الرئيسي طلعت منه مستويات فرعيه. طيب، والمستويات الفرعية طلعت منها حاجة اسمها أوربيتالات، هنعرفها دلوقتي بالتفصيل. بعد كده طلعنا من الأوربيتالات دي جواها بقى بيتحط فيها الإلكترون. طب إيه هو الأوربيتالات دي؟ دي منطقة من الفراغ بيزداد احتمال وجود الإلكترون فيها، زي أوض كده، أوضة جنب أوضة جنب أوضة بيكون الإلكترون موجود فيها. تمام، فهنبدأ نعرف دلوقتي. عندك بقى اعداد الكم الرئيسيه، لان احنا قلنا ان الذره بتتكون من نواه جوه فيها نيترونات وبروتونات، موضوع بسيط. بعد كده ضفنا حواليها مدارات، مدار هو البيضاوي اهو، واعتبر ده مدار كده كامل بيضاوي حواليها اهو، واعتبر بس انا قصص بس واخد الحته دي بس، واعتبر ده مدار ثالث، واعتبر ده مدار رابع، واعتبر ده مدار خامس، واعتبر ده مدار سادس، واعتبر ده مدار سابع. طب ليه يا باشمهندس ما كملناش اكتر من سابع؟ انت اصلا لما بتيجي تكتب بيانات الذره بيبقى اخرك عند المدار الرابع، ما بتوصلش للمدار الاخير يعني عامه. تمام، لان ما فيش ذره فيها الكترونات بتلف حول المدار. تمام، بتكمل يعني لحد المدار الخامس او السادس، لان هو عدد الالكترونات بتاعت اكبر عنصر في الجدول اكتشفوه 108، ما اكتشفوش اكتر من كده، لكن الله اعلم، حد مننا في المستقبل ممكن يكتشف عنصر فيه الكترونات اكتر من كده، اشد حجه. طيب، جينا بقى سمينا المستوى الأول N1 أو K. فأنت عندك عشان المستوى الأول ده تيجي تنطقه في كلام أو في أي حاجة بتقوله N1 أو K. طيب بعد كده بتقوله المستوى التاني N2 أو N. أنت اللي بتسمي المسميات، إحنا مسميينها أو العالم اللي مسميها مش إحنا. تمام، فالمستوى التالت سميناه M أو N3، مستوى الرابع سميناه N4 أو N. تمام، N كابيتال. مستوى الخامس N5 أو O. مستوى السادس N6 أو B. مستوى السابع N7 أو Q. طيب، يعني أنا ممكن مثلا أتكلم على المستوى الأول فأقول كي، فأنا أعرف المستوى الأول N، المستوى التاني M، المستوى. طب أنا مثلا عايز أحفظ الكلمة دي، يعني الحروف ده عايز أحفظها سهل. كلم نوبك، كلم نوبك، كلم نوبك، اسبنها كده، كلم كي ان ام ان او ان واو به كي، كلم نوبك، كلم نوبك، كلم نوبك، عارف نوبك؟ روح كلم، هتلاقي نفسك خسرت 7 حروف. طب حلو كده، دي حاجه عندي اسمها عدد الكم الرئيسي. طب عايزين نحسب بقى الالكترونات اللي هتلف في المدار الاول، الالكترونات اللي هتلف في المدار الثاني، الالكترونات اللي هتلف في المدار الثالث، الالكترونات اللي هتلف في المدار الرابع. بحسب عدد الالكترونات اللي جت تدور في كل مستوى رئيسي من اللي احنا اتكلمنا عن ال7 مستويات دولت، نستخدم علاقه اسمها ان مضروبه في ان باور 2.
يعني حيث ان ديت هي رتبة المستوى حتى المستوى الرابع. يعني بيقول لك مش احنا قلنا ان ان دي رتبة مستوى واحد، المستوى ده رتبته اتنين، المستوى ده رتبته تلاتة، المستوى ده رتبته اربعة، المستوى ده رتبته خمسة. وبيقول لك احنا بنستخدم معاك قاعدين حد المستوى الرابع ده، المستوى الرابع ده، وليه ما بنكملوش حد خمسة؟ هقول لك دلوقتي وجعلنا من عندنا كده، احنا مالناش دعوة. طيب المستوى كي، المستوى كي هو أول مستوى، أو يعني تقدر تقول كي أو إن واحد يتشبع بعدد الإلكترونات قد إيه؟ نستخدم العلاقة، العلاقة اتنين أدنج اتنين، الـ N الرتبة بتاعت المستوى كي واحد قدام. بعد كده باور تو، ففي الآخر لما أجي أعمل دي أبص ألاقي تلاتة اتنين ودنج اتنين إلكترون. تعال مستوى N اللي بعده هو المستوى التاني أو الدور التاني، يتشبع بعدد الكترونات، نستخدم العلاقة، أعوض في العلاقة تديك 8 إلكترون. مستوى M التالت، تعوض في العلاقة وتحط المستوى التالت والرتبة التالتة تديك 18 إلكترون. طيب تيجي تعوض في المستوى الرابع، في N يتشبع بعدد الإلكترونات قد إيه؟ تعوض بالعلاقة وتحط الأربعة مكان الـ N تديك 32. إحنا قلنا لحد المستوى الرابع، فخلي بالك تيجي بقى تعوض عن المستوى الخامس هيديك 50 إلكترون. غلط، هو المدار عندك ما يتحملش اكتر، عشان المدار عندك ما يتحملش اكتر من 32 الكترون. فانا بطبق العلاقه دي لحد المدار الرابع هنا، والخامس بياخد قد ايه بعد كده يا باشمهندس؟ مش 50، بياخد برضه 32، 32، 32. تمام، انت اصلا في التوزيع ما بتوصلش لحد الرابع الخامس بكتير، ما بتوصلش انت للسابع اصلا. تمام، فانا باجي مثلا املى المدار ده الكترونات، المدار ده الكترونات على قد ما هو بيتحمل، يعني المدار الاول ده اخره يتحمل الكترونين زي ما احنا حسبنا، المدار الثاني الثاني 8 الكترونات، المدار الثالث 18 الكترون، المدار الرابع 32 الكترون. بعد كده لو انا مليت الالكترونات دي كلها ببدا اخش على المدار الخامس احط 32 الكترون، اخش على المدار السادس 32 الكترون، لكن ده ما بيحصلش، احنا اخدنا المدار الرابع او الخامس تقريبا في التوازيق. تمام، فكده احنا خدنا عدد الكم الرئيسي بتفاصيله. هنبدأ نتكلم عن حاجة اسمها عدد الكم السنوي. طب عدد الكم السنوي ده ايه؟ عدد يحدد مستويات الفرعية في كل مستوى رئيسي. تمام، كان عندنا ادي مستوى رئيسي، ادي مستوى تاني رئيسي، ادي مستوى تالت رئيسي، ادي مستوى اربع رئيسي، ادي مستوى خمس رئيسي. طيب والنت بتاعتهم اهو، احنا مش شرط بقى نكتب مستوى سادس وسابع من دلوقتي، احنا فهمنا ان في لسه مستوى سادس وسابع. طيب قال لك المستوى كده الاولاني، اعتبر دي شقة الدور الاول، يعني دلوقتي احنا قلنا ان هو ايه، ده دور اول، ده دور تاني، ده دور تالت، ده دور رابع، ده دور خمسة، كنا بنبني عمارة كده. بص ابني عمارة معايا، ده دور اول. طيب جميل جدا، ده الدور الاول اهوت، انا حطيت لك فيه شقة وسميتها اس، خلصانة؟ خلصانة. جيت الدور التاني اللي هو اسمه ان، جيت عملت لك فيه شقتين، قلت لك شقة اسمها اس وشقة اسمها بي، خليك معايا. طيب جيت الدور التالت اللي هو اسمه ام، قسمته تلات شقق، شقة اس، شقة بي، شقة دي، شقق بس، سيبك من الرقم مكتوب جنبها. طيب بعد كده الدور الرابع ان، عملت اربع شقق فيه، شقة اس، شقة بي، شقة دي، شقة اف، وكل حجم شقة مختلف، يعني شقة اس صغيرة جدا، شقة بي اكبر منها شوية، شقة دي اكبر منها شوية، شقة اف اكبر منها شوية. خد بالك، طب ايه الرقم اللي مكتوب جنب الاس ده؟ بص يا باشمهندس، 1 اس، يعني المدار الاول او المستوى الاول شقه اس اللي فيه. تيجي على المدار الثاني، المدار الثاني شقه اس اللي فيه، والمدار الثاني شقه بي اللي فيه، المدار الثالث شقه اس اللي فيه، المدار الثالث شقه بي اللي فيه، المدار الثالث شقه 3 اللي فيه، اللي هو دي شقة دي، وهكذا. يبقى الأربعة، يبقى أنا عرفت إن في المستوى الرابع، أو أنا في الدور الرابع، الشقة الرابعة أو في الدور الرابع. تمام، طيب جميل جدا. أنا بقى في حاجة تانية عايز أحسبها بقى دلوقتي، كل ده بيأهلني إن أنا أوصل لكلمة إن، اللي هو العد السنوي اللي هو إن. مش فاهم برضه يا باشمهندس، يعني أنا برضه دلوقتي عايز أوصل لإن. تمام، أحسب إن إزاي؟ عشان تحسب قيمة ال، بيقول لك لحساب قيمة ال هي من علاقة ان ناقص واحد. هي ان ناقص واحد يا باشمهندس، يعني انت عندك المستوى الأول بيساوي كام؟ واحد.
هو ان، فلو رحت عوضت عن المستوى الاول مكان ان دي بواحد، يبقى واحد ناقص واحد بيساوي كام؟ صفر. يعني المستوى الاول ده اهو كلمة ان اللي فيه عدد الكم السنة وصفر. يعني انا اروح كده ابص كده ما الاقيش فرق اس واحدة بس، شقة اس واحدة فقط. فبالتالي ان شقة اس دي ما بتشوفش حاجة، صفر. يعني عرفت انا كده، عرفت انا بالحسبة دي ان قيمة، يعني الحسبة دي كده وصلتني ان قيمة اس بتساوي صفر. فتيجي تبص هنا اس بتساوي صفر، البي بتساوي ايه؟ واحد، دي بتساوي اتنين، اف بتساوي تلاتة. حتى لو جينا عوضنا في المستوى التاني، تعالى كده في المستوى التاني يبقى انسى عوض كده، ان بتساوي اتنين، اتنين ناقص واحد تديك واحد. فاجي انا ابص هنا، احنا عرفنا من المستوى اللي قبلنا ان اس بتساوي صفر، فالاس دي بصفر خلاص مثلا، ان قيمة الان فيها بصفر، تمام؟ فنيجي نعوض هنا بقى، ما انت باقي معاك واحد بس، اكيد واحد ده قيمة البي، مش محتاجة ذكاء بقى خلاص. فحتى هو هنا كده بقى بي بتساوي واحد، لو انا نفس الكلام جوت عوضت في كل مستوى هتطلع قيم الدي الان اللي فيها قيمه الان اللي في الاس او الان اللي في البي او الان اللي في الدي او الان اللي في الاف. موضوع بص يعني بسيط كده، واحده واحده معاك كده الدنيا مشيت. هونها تهون. هناخد تالت حاجه معانا وهي اسمها عدد الكم المغناطيسي اللي هو ام ان سمول ماجنتيك. بيقول لك ان عدد الكم المغناطيسي ده او الماجنتيك او الام ان بيحدد عدد الاوربيتالات اللي موجوده في كل مستوى فرعي اشكال الاوربيتالات. مش احنا اتفقنا عندنا ان احنا الاس دي شقه في مرة الدور الاول مثلا، البي شقه، الدي شقه اكبر شويه من البي، الاف شقه اكبر شويه. يبقى عرفت ان هي اكبر يا باشمهندس احمد لما انت تلاحظ ان الاس عندك اوضه واحده، البي 3 اوض، الدي 5 اوض، والاوض نفس الاحجام، يبقى بالتالي البي اكبر، الدي اكبر من البي، وبالتالي الاف اكبر منهم لان الاوض اكتر. فالاوض دي احنا بنقول عليها اربروتلات، اربروتلات، يبقى الاوضه اللي في الشقه بنقول عليها اربروتلات، مكان في فراغ في المدار بتاعك، تمام؟ فبالتالي ان انت عندك ان اس دايما بيكون عدد فردي، فهو هنا بيقول لك كل مستوى فرعي يحتوي على عدد فردي من الاربروتلات، ادي فردي 1 3 فردي 5 فردي 7 فردي. طيب بحساب الاربروتلات في كل مستوى فرعي من العلاقه دي، تمام؟ العلاقة 2 في ان زائد 1، تمام؟ يبقى 2 في ان بلس 1 تديك ايه؟ البروتوكولات بتاعتك. انت عايز كبصمجي تحفظها ان هو مثلا خلاص يا عم ده انا عرفت ان الشقه رقم اس شقه اس فالبروتوكول واحد، خلاص يا عم مش محتاج. طب الشقه رقم 3 فيه 3 اوض، الشقه رقم دي فيها 5 اوض، الشقه رقم اف فيها 7 اوض، وروح كمل فيديو تمام. انت عايز تفهم البروتوكول دي اتحسبت ازاي او العالم حددها لك ازاي، خلاص من العلاقه البسيطه دي، من العلاقه البسيطه دي ان هي اللهم صل على حضرتك النبي 2 في ان بلس 1. طب ان عندك لما جينا حسبنا، تعالى نعوض كده عن المستوى الاول كده، لو خدت بالك، وخدت بالك في المستوى الاول اللي هو اس، لما جينا نعوض مكان الاس هنا بصفر، احنا حاسبين الاس بتساوي صفر، مش احنا جينا في المستويات الفرعيه حسبنا ان ايه قيمه الان عند الاس بتساوي صفر في الحته اللي قبلها على طول من دقائق، تمام؟ طب ومستوى بي حسبنا ان هو البي عندك بتساوي واحد، دي عندك بتساوي اتنين، الاف بتساوي تلاته، مش بس عارفين الكلام ده. فلما تيجي انت تعوض مكان الاس هنا اهوت، عايز اجيب المختلفات اللي موجوده في الاس، فاروح اجيب الان بتاعتها بصفر واعوض في العلاقه، فصفر باتنين صفر زائد واحد تديك واحد، يبقى الاوربيتالات واحدة فيها دلوقتي. طب ان بي 1، طب تيجي تعوض انت مكان ان بتاعتها ب 1 هنا، يبقى 2 في 1 ب 2 زائد بلس 3 تديك 3. طب يبقى كده عدد الاوربيتالات 3 في البي، وهكذا. يبقى انا كده عرفت عدد الاوربيتالات جبتها منين، تمام؟ جميل جدا. تعالى بقى نتكلم في اخر حاجه عندنا وهي اسمها عدد الكم المخزني او الام اس او اسبان. طيب ده بيقول لك عدد بيحدد كيفيه دوران الالكترون حول محوره داخل الالكترون. انت عندك الاوضه دي او الشقه دي البروتونات دي، انا لما جيت صممت العماره عملت في حساب ان كل اوضه في الاخر تشيل فردين، الفردين دول هم عندنا الالكترونين. الموضوع بسيط، يبقى ادي البروتونات اهيت اللي جواها بقى الكترونات، فما بتشيلش اكتر من الالكترون. هل ممكن تشوف الكترون؟ اه ممكن تشوف الكترون، وهنعرف الكلام ده بعدين. لكن هي دلوقتي احنا عندنا الكترون اهي، حاجه دلوقتي ان الروبرتين بتاعي فيه الكترونين.
هو بيحدد ايه كيفية دوران الالكترون حول داخل البروتون، وهي اما مع عقارب الساعة او عكس عقارب الساعة، يا اما الالكترون بيدور مع عقارب الساعة يا عكس عقارب الساعة. موضوع بسيط. طيب ما هو مع عقارب الساعة؟ بيكون قيمته موجب نص. طيب هو لو عكس عقارب الساعة سالب نص، لان اصلا في الاساس ان البروتون ده بيساوي يعني نص الاوضة، هما فرضين داخل الاوضة، انت لقيت نص وانا نص. فهو بيقول لك لو انت في لو انت مثلا في بتمشي عكس عقارب الساعه، خلاص تبقى مثلا سالب نص، سالب نص اوضه، موجب موجب نص اوضه، وهكذا. كده احنا خلصنا. لو انت جيت لاحظت شفت كل اللي هغنى فيه هو بالانجليزي اهو، كوانتر نمبر الاول هو ان، لكن هو كي ان ام ان، ويا اما ان 1 ان 2 ان 3. الكوانتم نمبر اللي هو العدد الثاني هو ان، تمام. احنا قلنا العدد الفرعي الثانوي نفس الكلام، قال لك ان هو قسمناه شويه اس بي دي اف، تمام. بيقول لك اشكاله الكوانتم نمبر ام ان العدد المخزني، تمام، اللي هو احنا جبنا قيمه البروتونات منه اللي هو 1 1 3 5 7 الاوض بقى، الاوض اللي قسمناها من العدد الفرعي. بعد كده اخر حاجه هو ام اس، وده اللي هو السبن اللي احنا قلنا عليه، اللي هو اما بيكون موجب نص او سالب نص. ده كنا اتكلمنا فيه. سؤال مهم جدا ساعات بيجي في الامتحان يقول لك اونلي تعرف يعني كونتر نمبر 4، تمام. وده جدول بيحدد كل اللي قلنا فيه، ان 1 بتساوي ان كومنت بصفر، الام ان بصفر. نفس الكلام هنا بيقول لك انها بتشيل اخر الكترونين وهكذا. لو تيجي تبص في الجدول ده كل اللي احنا اتكلمنا فيه هو في الجدول ده، تمام. بس جدول مش ذو أهمية يعني، الجدول ده بيجيب لك كل حاجة في جدول واحد، بس احنا جبناها بالرسم وبالكلام وبالكتابة وبالإنجليزي وبالعربي وبالجدول وبكل حاجة. فكده أنت فوق الفوق، تمام. إن شاء الله نتكلم، نبدأ نكمل الجزئية بتاعتنا في الحلقة القادمة. أشوفكم إن شاء الله، وشكرا جدا على حسن استماعكم.